يا ربع شوفوا حصلنا شيء من LG. خلينا نشوف شنو داخل العلبه. السلام عليكم يا طيبين، انا خليفة الهارون، معروفكم سيركيو مع رقمي تي في. ومن زمان ما سمعنا من LG صح؟ فلما LG تواصلوا معنا قالوا لنا هم عندهم كمام الكتروني، كمام ذكي. لا هم يسمونه، عطوني لحظه، جهاز تنقيه الهواء القابل للارتداء. خلونا اراويكم شنو داخل العلبه وبعدين بتكلم عن باقي المواصفات. انجين الغاليين، فعندنا العلبه قدامنا وتقدرون تشوفون ان عندنا الوان رقمي تي في او لون رقمي تي في يا LG. تعرفون ان هاي لوننا المفضل صح؟ زين، فبالانجليزي كاتبين بيوري كير ويربل اير بيوريفاير. وانتم تعرفون ان في عام 2020 لازم نلبس كمام، ولان انتم تحبون تكنولوجيا احنا نحب التكنولوجيا. LG عطونا الجهاز، فخلنا نشوف شنو داخل العلبة وأبي أسمع آراءكم عن الكمام الذكي، الكمام الإلكتروني. فليش إحنا نلبس الكمام؟ علشان نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين. فخلونا أشيل الكمام الحين من العلبة ونشوف إن عندنا علبة ثانية مع الإكسسوارات، مكتوب إكسسوريز. عندنا الدليل السريع، أجهزة تنقية الهواء القابلة للارتداء نفس ما قلت. عندنا الفلترات، حلو صراحة إنه يعطونا عدة فلترات. عندنا الواير الكيبل، خلينا نشوف هل هاي USB-C. يي نعم USB-C. تعجبوني يا LG، تعجبوني. زين تملت من الشركات اللي يعطونا مايكرو USB. زين، عندنا الفلتر الثاني أو عندنا فلترين، هاي حلو انه يعطونا عدة فلترات ومراويكم شلون نقدر نركبهم بعد شوي. بس بعض الشركات ما يعطونكم حتى فلتر اضافي، فشكرا LG ان اعطيتونا هذه، فشكرا. ايضا ايش عندنا؟ اوه شنو ذي؟ هاي علشان نقدر نحط الـ 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 الحبل اللي من وراء اذننا علشان احنا ما نعور انفسنا. بعض الناس هم يفضلون ان يستعملون هاي، على ما اعتقد هاي طبعا الحبل. ايضا عندنا كيس، كيس حلو بعد، شوف شلون كيس من السويد، حلو. انزين خلوني احط العلبه على جنب ونشيك الكمام. انزين، فقبل ما افتح هاي خلوني اقول لكم ان انا ترى استعملت عده كمامات، ها، من الـ 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 الكمامات اللي للناس اللي يركبون سياكل وموتر سياكل، الى الكمامات العاديه، الى طبعا الـ N95 الـ N98، يعني عندكم عده انواع. وترى مستانس علشان اجرب هاي. اوكي، فلو نشيل القطعه تشوفون انه مصنوع من البلاستيك، حتى من داخل طبعا مصنوع من البلاستيك. ونفس ما ذكرت لكم ان عندكم الربر او الحبل، وهاي بيساعدنا علشان نقدر نلبسه كذي ورا راسنا اذا احنا ما نحب ان نحس بالضغط على اذننا. اوكي، فبحط هاي على جنب. نشوف ايضا ان عندنا هالربر سيل، والفكره ان طبعا لما نلبس هاي ونحط خشمنا مني المفروض انه يسكر، ومستحيل ان اي اخبار او اي شيء يدش عن طريق طبعا الربر. وتشوفون ان عندنا كانه عندنا مقناطيس مني، تشوفون المقناطيس ويشبك كذي، خلاص شبك بسيطه. زين خلوني اركب الفلترات، نحتاج الفلترات. انزين، فاولا لازم نركب الفلترات. بشيل البلاستيك، بختار الفلتر، بركب الفلتر مني، القطعه الاولى، القطعه الثانيه، والحين اسكر البلاستيك. وتشوفون خلاص ركبت الفلترات، الخطوه الاولى. انزين، في الخطوه الثانيه المفروض ان نركب الربر. فبتشوفون ان عندنا الضروس مني او القطع. اولا نركب القطعة كذي، وبعدين عن طريق المغناطيس بيشبك، خلاص شبك. الحين وصلنا الى الخطوة الثالثة ولازم نركب الفلتر. فشلون نحط الفلتر؟ بكل بساطة نحط الفلتر داخل
كذي وخلاص احنا جاهزين. انزين ايضا تشوفون من الداخل كاتبين صنع في كوريا، حلو. وتشوفون على اليمين عندنا اليو اس بي سي علشان نقدر نشحن الكمام. اي نعم هالايام لازم نشحن كل شيء. اذا احنا نبي نشغل الكمام نضغط على الزر اللي مني، وخلوني اشيل هاي عشان تشوفون ان الحين المروحة قاعدة تدور. وتقدرون تحكمون في سرعة المروحة. إذا أنتوا قاعدين المفروض أن تشغلونه على اللو، سمعتوا الصوت الطيط، لما سمعتوا الصوت مرة معناته هاي على اللو. إذا أنتوا قاعد تمشون مفروض أن تشغلون الميديم العادي، سمعتوا الصوت مرتين الحين هلا على الميديم. وإذا أنتوا قاعد تمشون بسرعة أو حتى تركضون تستعملون الهاي، سمعوا ثلاث مرات. ولما نضغط على الزر مرة ثانية نطفي الجهاز ونطفي المراوح. انزين فسمعنا ان عندنا من احدث التكنولوجيا عندنا الفلترات، وسمعنا طبعا فكرة البيوري كير لتنقية الهواء، بس هل الجهاز مريح؟ خلنا نرجع الى الكرسي. انزين فخلوني اجربه. شكلي فلة، شكلي كول، فإن شاء الله تقدرون تسمعوني. خلوني أفسخ شوية بس بقول لكم من ناحية الراحة مريح. حبيت أنه طبعا أقدر أشيل الربر علشان أقدر نظفه خاصة من الدهون. أيضا حبيت أنه أقدر أغير في الفلترات، ويقولون المفروض إحنا نغير الفلتر مرة كل شهر، فتقدرون تشترون الفلترات من الجي. أيضا من ناحية البطارية طبعا تقدرون تشحنون الكمام في خلال ساعتين، والمفروض ان تستعملونه على اللو مود 8 ساعات، المتوسط 6 ساعات، والهاي مود في 4 ساعات، يعني لمدة 4 ساعات. فخلوني اجرب اشغل المروحة واقول لكم اذا انا اقدر احس في الفرق في التنفس. انزين فخلنا نسوي تجربة. شغل المراوح اللو مود. تدرون خلوني أشيل الميكروفون علشان أسمعكم الصوت. فلما أنا أشفط يعني لما أنا أتنسم تقدرون إن شاء الله تقدرون تسمعون إن المراوح يلفون يدورون أسرع علشان أقدر أشفط الهواء. تقدرون تسمعون؟ خلوني الحين أغير إلى الميديم. تقدرون تسمعون الفرق؟ والحين الهاي مود. فمعناته ان عندنا سنسر داخل الكمام، فالسنسر يساعدني في التنفس، وصراحة ما توقعت انه بيكون عندنا هالشيء داخل الجهاز. انزين الغاليين، فللناس اللي يبون اكثر من الفلترات ترى عندهم اكسسوار اخر، عندهم كيس ومطهر عن طريق اليو في، تحطون طبعا الكمام داخل الكيس ويشحن الجهاز، والمفروض انه يشيل كل البكتيريا ايضا. ف اقول لكم من الحين مو برخيص، ولكن وايد ناس ترى هم قاعدين يستعملون الكمامات العادية وترى قاعدين يصرفون يوميا. الفكرة ان تشترون الكمام تنظفون طبعا هالقطعة تغيرون الفلترات فقط، والمفروض ان توفرون مع الوقت. بس بغيت اضيف شيء اخر، ترى في بعض الناس ترى ما يعرفون شلون يلبسون الكمام، خلوني اراويكم. ها كذي، ها مو بكذي. بعض الناس لان اشوفهم في الشوارع ما اعرف ايش قاعد يسوون.
ورجاء يا الغاليين اذا انتم قاعدين تستعملون الكمامات العاديه واللي يخليكم، انا عارف ان انتم من اطب الناس وبتعتنون في البيئه، بس اذا انتم شفتوا حد يقط الكمام على الشارع ولا يا اخي ايش فيك انت بليز قطه في زباله. فطبعا بنحط لكم ايضا كل الاسعار في اسفل الفيديو، بنحط لكم اللينكات وهالجهاز متوفر الان في الشرق الاوسط. في الغاليين اذا انتم حبيتوا الفيديو اعطونا لايك، اذا ما حبيتوا الفيديو بس حبيتوا الجهد اعطونا لايك، واذا تبون تشوفون اخر الفيديوهات في اسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب. ودائما اقول لكم في كل فيديو شكرا 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 يا الغاليين، انتم من اطيب الناس وتساعدونا علشان نستمر وعلشان نسوي هالانواع من الفيديوهات. قولوا لي ها ايش رايكم في الـ LG PureCare. مع السلامه.